أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية، موضوع مهم. كل الأهالي اللي عم يتابعونا اليوم في كتير أسئلة ببال الأهالي تطرح، خصوصا مع أطفالهم بالسنوات الأولى، طفلي خجول، طفلي عنده مشاكل يمكن بالتعلم، عنده مشاكل بالنطق، عنده مشاكل يمكن من خلال التواصل مع الآخرين. أفكار كتير يمكن بتدور ببال الأهالي، دائما بيروح فكرهم لطيف التوحد أو اضطراب التوحد، لأنه بالعشر سنوات الأخيرة عم نشوف فعليا في نسبة كبيرة من الأطفال اليوم مصابين. ففي تساؤلات كتير عند الأهل أنه هل ممكن طفل يكون مصاب ولا لا؟ صحيح، ويمكن هذا السؤال الملح اللي بضل ببال كل الأهالي نور، أنه هل طفلي ممكن أنه يكون مصاب بطيف التوحد أو لا؟ يمكن حتى تغير مفهوم هذا السؤال مع نسبة عالية شوي من الوعي اللي كان له دور كبير من خلال حملات التوعية اللي عم بتقوم فيها منظمات متعددة، والأبرز هي حملات التوعية اللي عم تقوم فيها منظمة آمال، يلي عم بتقدم إجابة عن كتير من الأسئلة والاستفسارات اللي بتدور بذهن الناس. اليوم رح نحكي عن آخر حملة قامت فيها المنظمة ونتعرف على تفاصيل أكثر مع ضيوفنا بالاستوديو. خلينا نرحب فيهم. بالبداية بدي رحب بملهم العياش، وهو اختصاصي بالتربية الخاصة في منظمة آمال، ومي الفرة، اختصاصية في تقويم الكلام واللغة في منظمة آمال. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم يا أهلا. صباح الخير. بالبداية قبل ما نفوت بالموضوع خلينا نعرف علميا ما هو اضطراب طيف التوحد. اضطراب طيف التوحد هو خلل أو اضطراب نمائي عصبي بيظهر عند الأطفال بسن مبكرة بمرحلة الطفولة المبكرة، وبيأثر على جانبين رئيسيين عند الطفل. الجانب الأول هو التواصل والتفاعل الاجتماعي، والجانب الثاني هو السلوكيات النمطية والاهتمامات المحددة عند الطفل. ولما نذكر كلمة طيف نحن بنركز على مدى واسع من الأعراض والمؤشرات بأشكال مختلفة وبمستوى دعم مختلف. طب إذا نحن عم نحكي حاليا عن اضطراب طيف التوحد، وقلنا أنه في كتير مؤشرات بيسألوا عليها الأهل بالعموم، اليوم بعض خلينا نقول مؤشرات اللي معروفة وبسيطة وممكن الناس تستدل أنه أنا متى ما شفت هي الأعراض أو الإشارات معناته أنا لازم أتوجه لأختصاصي بهذا الموضوع. بشكل عام نتكل كثير على الشكوى الأساسية تبعيت الأهل وملاحظتهم لسلوك طفلهم، لاهتمام طفلهم، لتفاعله بالبيئة تبعيته. منبلش من البيت مع أخواته، مع أمه، مع أبوه، مع المحيط تبعيته. من الأبرز السلوكيات أو الأعراض يلي منلاحظها هي التأخر اللغوي، تأخر بالتواصل البصري أو عدم وجوده أو وجوده بشكل متقطع، اهتمامات محددة بألعاب غريبة، بطريقة لعب غريبة، بتطوير اللعب الوظيفي بطريقة منع موازية للتطور الطبيعي مثل أقرانه، ووجود حركات نمطية أو حركات متكررة ما لها هدف تواصلي أو ما لها وظيفة تواصلية بتظهر بشكل متكرر. هدول الأعراض منلاحظهم كتير بالطفولة المبكرة، وبشكل عام التأخر اللغوي والحركات النمطية هن الأعراض الأساسية اللي بيجوا فيها الأهل بالشكوى الأساسية. يمكن ذكرتي نقاط كتير مهمة حول الأعراض، لأنه طيف التوحد ممكن كشفه بسن مبكرة، بس في مشكلة يمكن بيعانوا منها الأهل هي حالة النكران. يعني بالبداية بتلاقي الأهالي عم يقولوا أنه عادي، يعني في أولاد بسنواتهم الأولى بيتأخروا بالحكي، بالكلام، بالتواصل. فخلينا نحكي عن هي الأعراض، شدة الأعراض قديش بتلعب دور بالمرحلة المتقدمة لاضطراب التوحد، وطريقة العلاج يمكن والتواصل اليوم. تماما. هلا الاعراض بتظهر بشدات مختلفه مثل ما ذكرنا، من البسيطه للمتوسطه للشديده. فبنلاحظ كثير من الاسر انه طفلي ما عم يتطلع بعيوني، طفلي ما عم ناديله، ما عم برد علي، طفلي عم يقوم بحركات غريبه بجسمه متكرره، عم يلعب بطريقه غير وظيفيه. فمجرد شفنا هاي الاعراض المفروض نتوجه لاقرب مركز تربيه خاصه ليشخصوا الحاله ويتوجهوا للمكان الصحيح. بس الشده بتلعب دور لما يكون اعراض قويه، أكيد. بنقول بمرحله متقدمه ولا لا؟ فينا نقول شدة مختلفة عند الطفل. طبعا أغلب أطفال طيف التوحد بيترافق معهم تأخر عقلي، فهون لما يكون مترافق مع التوحد تأخر عقلي فبتكون الشدة أكثر، بتكون الحركات متكررة أكثر عند الطفل، مستوى الذكاء عنده بيكون أقل كمان. بما أنه عم نحكي أكثر عن طيف التوحد، قبل ما يعني ندخل بتفاصيل العلاجية والاختصاصية أكثر، حابة أعرف بما أنه حكينا ببداية الفقرة أنه أقامت منظمة آمال حملة التوعية، مين كان الجمهور المستهدف، الأماكن اللي اخترتوها، الشرائح اللي تواصلتوا معها، وكيف شفتوا يعني
قديش في كمية معلومات أنا اليوم لما بروح لأستهدف يكون عارفة أنه أنا بدي ضخ جزء معين من المعلومات، ولكن هل سبرتوا يعني سابقاً المنطقة أو الشريحة اللي رحتوا عليها قدي عندهم معلومات مسبقة عن هذا الموضوع؟ منظمة آمال عم بتقوم بحملات توعوية كتير كبيرة، بتبلش من المواقع التواصل الاجتماعي وبتوصل لشرائح كتير كبيرة منها بشكل أساسي الأسر المعنيين بالإعاقة والأسر المعنيين باضطراب طيف التوحد. الأسر عندهم كتير معلومات لأنه هنن على تواصل تماس مباشر مع أولادهم ومع اختصاصيين ومع غير أسر، مع غير أطفال، مع غير مراكز، مع أخصائيين متعددين، بقدروا يطوروا كتير معلومات وإلهم دور كتير أساسي بنقل المعلومات بمحيطهم. بعطي مثال مثلاً للجيران، بيصير في توعية أكبر، بيصير في وعي أكبر لوجود اضطراب طيف التوحد، ملاحظته لنوصل للكشف المبكر تبعيته. كمان نحن كتير بنعمل حملات توعية للأطباء ولكل العاملين أو الكوادر يلي بتشتغل بمجال الإعاقة بعدة مواضيع، منها الاضطراب طيف التوحد، التأخر اللغوي، الكلام واللغة، كل المعلومات يلي بتخص الكشف المبكر والتدخل المبكر. وكمان نحن عنا بمنظمة أمال التدريب الطلاب بجامعة العلوم الصحية، من الستاج تبعيتهم كتير بيقدروا يستفادوا من الخبرات الموجودة ضمن المنظمة. طيب أستاذ ملهم، خلينا نحكي عن التأهيل للأطفال المصابين باضطراب التوحد. قديش مهم الخضوع لبرامج تأهيلية؟ بنعرف أنه طفل التوحد إذا تم تأهيله وتدريبه والتعامل معه من خلال مختصين ممكن يتعلم، ممكن يوصل لمراحل متقدمة، فخلينا نحكي عن هاي النقطة بالتحديد. تماماً. هلا التأهيل كتير مهم بحياة الطفل، كل ما كان التأهيل بشكل مبكر كانت نتائجه أفضل مستقبلاً. لنحاول نرمم هاي الثغرة الموجودة بين الطفل وبين أقرانه اللي من نفس عمره الزمني. طبعاً التأهيل عنا بمنظمة آمال بياخد شكلين، الشكل الأول هو جلسات فردية للأعمار أقل من 3 سنوات، ونظام الصفوف للأعمار أكثر من 3 سنوات. فهون ببداية التقييم بنقوم بعملية تقييم دقيقة وشاملة بجوانب الاختصاصات كلها، سواء بالجانب التربوي أو جانب تقييم الكلام واللغة والعلاجات الثانية كالعلاج النفسي حركي، الخدمات المساندة كالرسم، الفنون، الدراما والرياضة. بعد عملية التقييم بنحط خطة تربوية فردية خاصة بكل طفل. طبعا كل طفل هون بيختلف عن الثاني، خطته مختلفة عن الطفل الآخر. بتتضمن جوانب النمو كافة، سواء الجانب الإدراكي، الاجتماعي، اللغوي، الاستقلالي، بالإضافة للعلاجات الأخرى اللي ذكرناها من شوي مثل النطق والعلاج النفسي الحركي. طيب أستاذة مي، يعني فينا نقول اللي قال عنه الأستاذ ملهم، هل هي دائرة الخدمات اللي تقدم للطفل أم في خدمات أخرى تقدم لطفل التوحد ضمن منظمة أمال؟ ضمن منظمة أعمال عنا الخدمات التشخيص والكشف المبكر. في عنا فريق متعدد الاختصاصات بيقابلوا الولد وعائلته وبيعملوا معه مقابلات وملاحظة سلوكية، وبيقدروا يحطوا تشخيص دقيق ويقدروا يلاحظوا إذا في اضطراب طيف توحد أو في اضطرابات تانية ويشخصوها بشكل دقيق، وبينتج عنا تقرير بتشخيص محدد وخاص للطفل، وبناء عليه نتابع بخطة تربوية فردية مبنية على هيدا التقييم، وبتفوت بقى بمجالات التدخل كلياتها. هو الهدف الأساسي بيرجع للتدخل المبكر لحتى نقدر نستفاد من الليونة الدماغية عند الأطفال، لنقدر نطور مهاراتهم بالجوانب يلي عندهم الضعف فيها، من التواصل أو السلوكيات والاهتمامات المحددة. طيب أستاذ ملهم، يعني حكينا عن الخدمات في منظمة آمال، خلينا نحكي عن دور الأسرة، لأنه هي تشاركية بين الفريق بالمنظمة مع الأهل. قديش هذا التواصل بيلعب دور في تقدم الطفل بمراحل العلاج اليوم؟ تمام. الأسرة نحن بنعتبرها هي المعلم الأول لطفلة، والأسرة عنا تعتبر شريك أساسي ومهم بعملية التأهيل. طبعا الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد عندهم مشكلة بتعميم هاي المهارات اللي اكتسبوها، فهون نحن دورنا بنوعي الأسرة أكثر، بندربها سواء ضمن تدريبات خارجية أو تدريب ضمن الصف، كيف تتعامل مع خصائص هذا الطفل، كيف بتخليه يعمم المهارات ببيئات مختلفة مع أشخاص مختلفين، سواء بالبيت، عند الجيران، بالروضة، بالمدرسة، لنحاول
قدر الإمكان نتفادى هاي المشكلات مستقبلا مع الطفل. طيب يعني قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي عن شيء كتير مهم اللي هو المناهج العلاجية يلي عم بتتم ضمن منظمة أمال للتواصل واللغة اللي ممكن يتم استخدامها عند تأهيل الأطفال. مرحلة الأساسية قبل وضع أي خطة علاجية هي التقييم. منقيم الطفل بالمجالات اللغوية، الإنتاج، التواصل البصري، الانتباه المشترك، وبناء عليه نبني خطة فردية علاجية بتهدف أو هي مكونة من أهداف طويلة المدى أو قصيرة المدى، وبيتم العمل عليها من خلال اختيار أدوات محددة لتطوير هدول المهارات بالاستفادة من نقاط القوة تبعية الولد. المناهج ممكن تستهدف عدة مجالات. إذا الطفل مطور لغة، قدران ينتج لغة، بنكون نحن عم نلجأ لبرامج أو مناهج تأهيل الكلام واللغة بمجالات الإنتاج، النحو، الصرف. إذا الطفل بعد ما طور لغة فينا نلجأ لمناهج تواصل بديل أو إسرائي مثل البيكس يلي هو مبني على تبادل صور، ممكن الطفل يتعلم يختار صور ومنها يقدر يعبر عن احتياجاته، عن وضعه العاطفي، يقدر يطلب، يقدر يتواصل مع بيئته من خلال هذا المنهاج. والبيكس يلي هو منهاج محدد له خطته المحددة بنظام محدد، ببلش بمراحل بيقدر يوصل فيها الطفل لإنتاج جملة طويلة فيها صفات، فيها معلومات، وفيها جملة معقدة مركبة مع أدوات وظيفية مثل أحرف الجر مثلا. أكيد بالختام بدنا نتشكركم، نتشكر أكيد الجهود الكبيرة اللي عم تقوم فيها منظمة آمال. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. نتمنى أكيد الصحة والسلامة للجميع، وأهم شيء هو الاستمرار يمكن والمواظبة على المنهج العلاجي اللي بيتم، ما يكون في قطع يمكن أو بشيء بالتواصل. فشكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لكم.